وصفة الرز بالحمص. قبل ما نبتدي بس خلينا نحط الفراخ على النار تستوي شوية مع شوية زيت وشوية سمنة. عشان نعمل الرز بالدجاج والحمص عايزين الآتي: 6 صدور دجاج تقريبا، عايزين 1 كيلو رز مصري، 2 كوب حمص مسلوق، 2 بصل مقطع صغير، راس توم متقطعة انصاص، 1 كبيرة كمون، 1 عود قرفة، 1 معلقة صغيرة بهارات، 1 معلقة كبيرة كركم، 1 معلقة صغيرة حبهان مطحون، 1/2 معلقة صغيرة جوزة الطيب، 5 حبوب قرنفل، ملح وفلفل، 2 كبار سمنة، 2 كبار زيت، وعايزين مية، وللوش عايزين لوز مقلي. هنعمل صوص. الصوص عبارة عن 3 طماطميات، 1 كوباية كزبرة خضراء مفرومة، 1 كبيرة كزبرة ناشفة، 1 فلفل حار، 2 فص ثوم، 1 كبيرة عصير ليمون، وملح وفلفل. طيب دلوقتي السمنة والزيت عندنا خلاص سخنوا، هناخد الفراخ اللي عندنا ونحطها هنا. هحط دلوقتي البصل اللي عندنا، وهنحط التوابل. عايزين بس كل ده يتحمر ويبقى كده حلو. تمام، لسه قدامنا شوية على ما يتحمر. يتحمر هنحط دلوقتي بقى القرنفل، هنحط عود القرفة، ممكن نحط عودين لو عايزين. عندنا شوية ملح، شوية فلفل، عندنا بقى اللي اتفقنا عليه، شوية من جوزة الطيب، شوية بهارات، حبة كمون كده حلوين، شوية حبهان مطحون، وعندنا الكركم. طلعت الروايح جميلة، جمال ملوش مثال. حلوة حلوة يعني. تمام، دلوقتي بقى هنحط الحمص، مش الحمص، الثوم. ناخد اللحمة، الفراخ اللي عندنا، ونحطها في طبق. خلينا نجرب، هنخسر ايه يعني. تمام، يلا هناخد دلوقتي ورق الزبدة المتقطع. نحطه كده هنا في الحلة ونشوف. هناخد دلوقتي الفراخ بتاعتنا ونحطها كده تحت هنا. وهناخد الحمص معاهم كمان ونقلبهم مع بعض كده شوية. ودلوقتي هناخد، تمام، هناخد بقى دلوقتي الرز اللي عندنا وهنحطه كده هنا. وهناخد المية ونحطها فوق كده ونشوف. كده كفاية، ونحطه على النار. هنحطها على النار لغاية ما تبتدي تغلي،
وبعدين هنوطي النار ونسويها عادي جدا زي ما بنسوي الرز. وخلينا نحاول نقلبها بقى بعد كده ان شاء الله تتقلب من غير ما تلزق في قاع الحلة. عادينا بنجرب مع بعض نشوف ايه اللي هيحصل. خلاص احنا دلوقتي كده ما ناقصش علينا غير ان احنا نعمل الصوص اللي هنقدمها مع الرز بتاعنا. الصوص بتاعتنا عبارة عن طماطم زي ما اتفقنا، وكزبرة خضراء، كزبرة ناشفة، فلفل حراق، ليمون، وتوم. ناخد الطماطم بتاعتنا نحطها كده هنا، شوية كزبرة وشوية توم، وهنقلل بقى من ناخد فلفل حراق زي قد ما بتحبوها حراقة حطه. هناخد شوية توم كزبرة ناشفة بس مش هنزود بقى لان دول طماطميتين مش ثلاثة وصغيرين كمان. ونحط الليمون ونبتدي شوية ملح ما تنسوش كمان، وشوية فلفل، شوية ملح وشوية فلفل. طبعا لو عايزت شوية مية بنحط لها شوية مية. في منها ممكن نقدر نعمل الصوص دي على النار. خلاص كده تمام التمام. خلاص ممتاز. هنوطي النار، نوطي النار لتلاتة، ونجيب الفويل ونسيب الرز يستوي براحته خالص ونغطيه كويس. ايه انا نشوف هيحصل ايه بموضوع الورقه ده، ورق الزبده. يلا ها كده تمام. خلاص احنا كده الرز بتاعنا مستنيينه يستوي، والصوص بتاعتنا اللي هتتقدم جنب الرز جهزت. خلينا نبص بس على الرز. يلا يعني هو تقريبا خلاص استوى، بس اخليه شويه لغايه ما نعمل ايه، بس الحته اللي فوق دي هي اللي عايزه تتقلب بس كده. يا عيني بس دي علشان تختلط مع بقيه الحاجات. يلا خليك انت تحت هنا ودول فوق هنا، دي دلوقتي ده اخر حاجه كده، وان شاء الله تستوي وتبقى تمام التمام. يلا